فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: زميلي أعطاني 100 ريال وقال: إن وجدت مسكينا فأعطه، وإن احتجت فخذها. يقول: فأخذتها مباشرة وقضيت بها حاجتي، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان أذن لك بذلك أنك تتملك، يقول خذها يعني اقض بها حاجك تملك لا بأس. أما إنه كان من باب القرض يقول يعني اقترضها واقض بها حاجك وتردها، فهو على ما قال لك على شرطه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.